استمرار الاحتجاجات الإيرانية، نقابات المعلمين تعلن الإضراب ضد قمع المتظاهرين، والأطباء يدينون عنف القوات الأمنية. مجلس الدفاع اليمني يعتبر هجوم ميليشيات الحوثية على ميناء الضبة جريمة حرب، وهيئة المصالحة تدعو لإعادة النظر في اتفاق ستوكهولم. خمس انفجارات تهز قاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي بدير الزور، وثلاثة صواريخ تستهدف قاعدة تركية في ريف حلب. طبتم وطبا صباحكم مشاهدينا. خرجت تظاهرات ليلية في العاصمة الإيرانية طهران تنديدا بمقتل الفتاة مهسا أميني وقمع الأمن للمحتجين، فيما شهدت محافظة كردستان إيران إضرابا عاما في البازار الكبير والمدينة الصناعية في سنندج عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى إضراب آخر في مدينة مايوان بكردستان أيضا. دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين إلى إضراب وطني في البلاد اليوم وغدا، وقال المجلس إن الإضراب سيكون رداً على القمع المنهجي الذي تمارسه القوات الأمنية ضد المدارس، مذكراً بمقتل عدد من التلاميذ برصاص النظام وبتوقيف عدد كبير من المعلمين. أضاف المجلس التنسيقي أن المعلمين الإيرانيين لن يتسامحوا مع هذا الاستبداد، مجدداً دعمه لحركة الاحتجاج ومطالب المحتجين. هذا وقد نفذت مجموعة بلاك ريورد للقرصنة تهديدها، ونشرت بيانات لشركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية الإيرانية بعد اختراقها، وفق ما كشفته قناة إيران إنترناشونال. الوثائق التي نشرتها مجموعة القرصنة تضم عقود الشركة الإيرانية مع شركاء محليين وأجانب وجداول زمنية إدارية وتشغيلية لمحطة بوشهر النووية. أضافت أن الوثائق تضم أيضا جوازات سفر وتصاريح دخول متخصصين إيرانيين وروس للمحطة النووية الواقعة في جنوب إيران. كانت القناة قد نقلت عن مجموعة القراصنة تحذيرها أنها ستنشر البيانات التي حصلت عليها خلال 24 ساعة في حال عدم إفراج السلطات الإيرانية عن جميع السجناء السياسيين والمحتجين المحتجزين. كما أدان أكثر من 170 طبيباً في إيران قمع الاحتجاجات الجارية في البلاد، مطالبين بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومحاكمة مرتكبي عمليات القتل الأخيرة، وطلب الأطباء بتعطيل نشاط شرطة الأخلاق وبالسماح بالتظاهر والاحتجاج وبحرية تكوين الأحزاب في إيران. نظم محتجون تظاهرة مناهضة للحكومة الإيرانية في ستوكهولم بالسويد، رفعوا خلالها أعلام جمعية المرأة الحرة في كردستان الشرقية، وهي مجموعة ناشطة تدافع عن حقوق المرأة في كردستان الإيرانية. وبينما تدخل الاحتجاجات داخل وخارج إيران أسبوعها السادس، تتسع دائرة التظاهرات لتشمل عددا كبيرا من العواصم الأوروبية، لتشكل الاحتجاجات أحد أكثر التحديات جرأة للقيادة الدينية الإيرانية منذ ثورة 1979، حتى لو لم تبدو قريبة من الإطاحة بحكومة نشرت أجهزة الأمنية القوية لقمع الاضطرابات.
للحرية ورحيل نظام إيران هتف أكثر من 80,000 متظاهر إيراني وأوروبي من وسط العاصمة برلين في واحدة من أكبر التجمعات التي تشهدها أوروبا تضامناً مع المتظاهرين في إيران. نحن هنا للمطالبة بحرية النساء في إيران وضد الدكتاتورية هناك، وقد جاء متظاهرون من كل مكان في أوروبا إلى هنا لدعم النساء في إيران. نرى كيف يواجه النظام الإيراني المتظاهرين بوحشية. نحن هنا تضامناً مع هؤلاء المتظاهرين ولنقول لهم أنهم ليسوا وحيدين. تضامن ومطالب أخرى حملها متظاهرون للحكومة الألمانية ومروا بها من أمام القصر الرئاسي، مثل وقف التفاوض مع إيران ووقف عمليات الترحيل للإيرانيين المرفوضة طلبات لجوئهم. أنا هنا لأدعم المتظاهرين في إيران ولإيصال صوتهم، وأريد أيضاً من الحكومة الألمانية أن توقف عمليات الترحيل إلى إيران. ألمانيا تستفيد جداً من الظروف الحالية في علاقتها مع إيران ومن النظام السياسي، لأن هذا يمنحها استثمارات ثابتة، وبرأيي يجب أن تتوقف هذه الاستثمارات الآن. ورغم هذه الهتافات والمطالبات، فإن الحكومة الألمانية متمسكة برفض وقف التفاوض مع إيران وفصل مجال حقوق الإنسان عن السياسة، مكتفية بالعقوبات الأوروبية على إيران. أصوات هؤلاء المتظاهرين قد تكون وصلت إلى مسامع الحكومة الألمانية، خاصة تلك التي تنادي بوقف التفاوض مع النظام الإيراني، ولكن هذا لا يعني بأن مقاربة برلين لطهران قد تتغير، على الأقل ليس قريبا. راغدة بهنام، الحدث، برلين. نفت وزارة الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد بعثت برسائل إلى إيران مؤخرا حول العودة إلى الاتفاق النووي. وأكد متحدث باسم الخارجية أن رسالة الولايات المتحدة هي وقف قتل الشعب الإيراني ووقف إرسال الأسلحة إلى روسيا. كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صرح بأن إيران تلقت منذ أيام رسالة من الولايات المتحدة تطالب فيها بالاستعجال في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن، وأنها تريد وضع ضغوط سياسية على إيران. اعتبر مجلس الدفاع الوطني اليمني في اجتماع طارئ ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت جريمة حرب متعمدة، وأكد على أن الهجوم يستلزم عقابا حازما بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك. دعا مجلس الدفاع المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تمنته جماعة الحوثي والجهات الداعمة لها، محذرا من أن هذا التصعيد من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصل منها الحوثيون، وأكد على اتخاذ عدد من القرارات الحازمة لردع الاعتداءات الحوثية. ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها ووفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية. إلى ذلك، دعت هيئة التشاور والمصالحة في اليمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإعادة النظر في اتفاق ستوكهولم وملف الهدنة الأممية مع ميليشيات الحوثي. الهيئة اتهمت ميليشيات الحوثي باستغلال موقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام بينما تواصل هجماتها. كما اتهمت الهيئة الميليشيات بعدم الإبقاء على أي فرص أو نوايا حقيقية للالتزام بمضمون اتفاق ستوكهولم والذي تضمن وضع الموانئ اليمنية ومدينة الحديدة. اعتبرت هيئة التشاور والمصالحة أن اتفاق ستوكهولم منح ميليشيات الحوثي فرصة للبقاء على حساب الشعب اليمني ومستقبله، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها. دانت الخارجية السعودية هجوم ميليشيات الحوثي على ميناء الضبة النفطي باليمن، وكذلك كل من الكويت ومصر دانت الهجوم الحوثي، حيث اعتبرته الأولى تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، في حين حملت القاهرة الميليشيات مسؤولية التصعيد. الإمارات أيضاً دانت بشدة استهداف الميليشيات لميناء الضبة النفطي بطائرتين مسيرتين. كذلك دان مجلس التعاون الخليجي الهجوم الحوثي على الميناء واعتبره تصعيداً من قبل الحوثيين.
وكذلك البرلمان العربي دان الهجوم في حين وصفته الجامعة العربية بالتصعيد الخطير. بدوره دان وزير الخارجية الأردني الهجوم الحوثي وأكد لنظيره اليمني ضرورة تشديد الهدنة. إلى ذلك دعا وزير الخارجية اليمني إلى ضرورة اتخاذ موقف جماعي لتصنيف الحوثي منظمة إرهابية. دان السفير الأمريكي باليمن الهجوم الحوثي على ميناء الضبة ودعا لوقف الهجمات على الفور، كما أكد السفير الأمريكي على أن تمديد الهدنة هو الحل الوحيد لإنهاء عمليات العنف في البلاد. من جهته دان المبعوث الأممي لليمن الهجمات على الميناء كما اعتبرها تصعيدا مقلقا. كذلك دان الاتحاد الأوروبي الهجوم الحوثي معلنا رفضه تهديد التجارة البحرية داعيا لتخفيف التصعيد. أفادت وسائل إعلام النظام السوري بسماع يدوي انفجارات بقاعدة التحالف الدولي بحقل العمر النفطي شرق دير الزور. وسائل إعلام النظام أضافت أن ألسنة النيران ارتفعت بعد هذه الانفجارات التي عقبتها أصوات اشتباكات، وذلك بالتزامن مع تحليق لطائرات التحالف الدولي بسماء المنطقة. هذا وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد في وقت سابق وقوع 5 انفجارات على الأقل بحقل العمر النفطي. سقطت 3 صواريخ بالقرب من محيط القاعدة التركية في قرية كالجبرين بريف حلب الشمالي. ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف الصاروخي الذي انطلق من مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام ردت عليه الفصائل الموالية لتركيا بقصف محيط بلدة تل رفعت وقرية البيلونية والشيخ عيسى في ريف حلب، وذلك بالتزامن مع وقوع اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا بريف حلب. في الشأن الليبي استقبل قائد الجيش خليفة حفتر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في بنغازي، وأكد باتيلي خلال اللقاء على أهمية توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد. البعثة الأممية قالت على تويتر إن باتيلي شدد أيضا خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، مجددا دعم الأمم المتحدة لحل مستدام برعاية الليبيين أنفسهم لإعادة السلام والاستقرار إلى البلاد. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن بلاده حريصة على بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع سوريا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عون ورئيس النظام السوري، حيث أكد مسؤول اللبناني لوكالة رويترز أن عون كلف نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب بالتوجه على رأس وفد إلى دمشق للتفاوض حول ملف الترسيم خلال الأيام المقبلة. هذا وأفادت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن تفاصيل ترسيم الحدود البحرية بين سوريا ولبنان لم تناقش بعد، وأن رئيس النظام اقترح على عون إجراء محادثات مباشرة عبر وزيري خارجيتهما. أعلنت السلطات السودانية فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء ولاية النيل الأزرق لمدة 30 يوما على خلفية تجدد العنف والاشتباكات القبلية في الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد. يولن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم النيل الأزرق
حالة الطوارئ متلازمة الصراع القبلي متى اشتعل، ورشدة الحكومة في محاولة لبسط سيطرتها. النيل الأزرق جنوب غربي السودان تعود الاشتباكات القبلية لواجهته من جديد، حيث سقط مئات الضحايا في الإقليم نتيجة صراع بين أفراد من قبيلة الهوسة وقبائل أخرى في بلدة ود الماحي شرقي مدينة الروسيرس، ما أجبر السلطات على فرض حظر للتجوال. لكن الاقتتال القبلي في الإقليم لم يكن الأول من نوعه. يوليو الماضي اندلع قتال في النيل الأزرق ضم طرفاه قبيلة الهوسة التي تأتي أصولها من أنحاء غرب أفريقيا، وجماعات منافسة بما في ذلك قبيلة البرتة، وذلك في أعقاب نزاع على أراض. واستغلال الأراضي يعتبر مسألة حساسة للغاية في السودان، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي. والهوسة هي آخر القبائل التي استقرت في النيل الأزرق، لذلك تجد صعوبة وفق التقاليد المتوارثة في تملك أفرادها للأرض. يشار إلى أن منطقة النيل الأزرق تضم قرابة 40 مجموعة قبلية مختلفة، يعتمد نشاطها الاقتصادي على الزراعة والثروة الحيوانية واستثمار المعادن. تنبئك هذه الوجوه بحجم المآسي، ملامحها تغيب في أتون صراع قبلي ما أن ينتهي إلا ويعيد الكرة من جديد، في بلد يعاني هو الآخر من معضلات سياسية تهدد حاضره ومستقبله. عصام عبد السلام، الحدث. وفي تونس تتواصل قصص الهجرة غير النظامية المأساوية. في آخر تفاصيلها، وصلت طفلة لا يتجاوز عمرها 4 سنوات في أحد قوارب الموت دون ذويها. الحكاية تعود إلى قرار زوجين فقيرين الهجرة بشكل غير قانوني بصحبة ابنتيهما القاصرتين، ليتفاجأ الزوجان بمغادرة المركب بينما بقيت ابنتهما على متنه. بعد فاجعة جرجيس وما خلفته، هذه حكاية الفتاة لينا ذات 4 سنوات التي غادرت وحيدة إلى الضفة الشمالية للمتوسط. حياة لينا ستبدأ هناك في إيطاليا، لتبدأ معها معاناة أسرة بأكملها هنا في هذا الكشك الصغير المخصص لبيع الوجبات السريعة. كان محمد أبو لينا أو حميدة كما يناديه جيرانه يعيل أسرته هنا في هذا الحي حيث يقطن. أيضا كانت حياته هادئة حتى قرر الهجرة بطريقة غير نظامية صحبة زوجته وابنتيه القاصرتين. دفع مبلغ 8,000 دولار ثمن هجرته. على الشاطئ وقبل المغادرة يرتبك منظمو الهجرة خوفا من وصول عناصر الحرس البحري، وقبل صعود جميع الركاب يغادر المركب حاملا على متنه البنت الصغرى لينا ذات 4 سنوات، لتبقى شقيقتها الكبرى ليندا رفقة والديها على الشاطئ، وتبدأ مأساة هذه العائلة. جيران حميدة وأفراد عائلته رفضوا الحديث، لكن صديقه رضا فسر دوافع حميدة لركوب قوارب الموت. إنسان زوالي الفقر بيده حميدة. حميدة قاسي، إنسان مجاهد في الدنيا. ابنته الزوز عنده بنته تقرأ مع صغاري اللي عمرها 7 سنين. ابنته الزوز مرضى بالقلب. المسؤول الجهوي اعتذر عن التصريح، لكن القضاء فتح بحثا في القضية واحتجز والدي الفتاة ليطلق سراحهما لاحقا، فيما يواصل تتبع المشاركين في العملية بتهمة الاتجار بالبشر وتكوين وفاق إجرامي. أما محور القضية فالمصلحة الفضلى للفتاة. القضاء ديما يراعي وضعية الطفل في جميع الإجراءات الإدارية والقضائية. كي قلت قاضي الأسرة تعاهد مع مندوب حماية الطفولة بوضعية هذه الطفل، بطبيعة الحال هي ضحية، باش يقعد التعامل معها كضحية، وباش تصير بحث اجتماعي في خصوص البنت هذه وشقيقتها اللي قعدت في تونس. إذا كان قاضي الأسرة شاف من الصالح تبقى في نفس المحيط الأسري فإنه يخليها، سينو ينجم ياخذ إجراءات أخرى، تنجم حتى ينزع الحضانة. وصولنا إلى منطقة الصيادة من حيث غادر مركب الهجرة غير النظامية، تزامن مع احتجاج البحارة على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتعاطي السلطات مع مورد رزقهم الوحيد. كلهم واخذين قروض واخذين كذا باش عاملين الفليك هذوك باش تخدموا احنا ونسترسخوا، جي تو انت تقول لنا ممنوع، شنو تحبنا نعملوا؟ تحب نهزوا عائلاتنا ونحرقوا ولا كيفاش؟
وتظهر إحصاءات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه منذ مطلع العام الحالي وحتى آب أغسطس الماضي تمكن قرابة 3000 قاصر نصفهم من دون مرافقة عائلية تمكنوا من الوصول إلى السواحل الإيطالية. وليد عبد الله، الحدث، المنستير، تونس. دانت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان قيام روسيا بخطف مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، ودعا البيان إلى إعادة السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا فورا، حيث قالت موسكو إن حلف شمال الأطلسي الناتو يقترب من مستوى خطير ينذر بالمواجهة مع روسيا. واتهم مسؤول في وزارة الخارجية الروسية دول الناتو بأنها تتسابق في تقديم الدعم لكييف وتواصل إمدادها بالأسلحة والذخائر وتدريب جنودها وإدارة العمليات القتالية، مؤكدا أن جزءا من المساعدات العسكرية لأوكرانيا يذهب إلى السوق السوداء ويباع بمليارات الدولارات حسب قوله. اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن بيان القمة الأوروبية الأخيرة أظهر أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا، ووصفت موسكو الاتهامات الأوروبية لها بقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وصفتها بالنفاق. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن روسيا شنت ضربات استهدفت البنية التحتية على نطاق واسع جدا، وتعهد بتحسين قدرات الجيش الأوكراني الذي قال أنه يبلي بالفعل بلاء حسنا في إسقاط صواريخ ومسيرات القوات الروسية. قواتنا الجوية تظهر نتائج جيدة، ليست لدينا حتى الآن القدرة التقنية على إسقاط 100% من الصواريخ الروسية والطائرات بدون طيار الهجومية. سوف نصل إلى هذا تدريجيا بمساعدة شركائنا، لكننا نسقط بالفعل معظم صواريخ كروز ومعظم الطائرات بدون طيار. فقط في النصف الأول من هذا اليوم تم إسقاط 20 صاروخا بالإضافة إلى أكثر من 10 مسيرات إيرانية. ما أن بدأ اسم بوريس جونسون بالبروز كمرشح محتمل لسباق زعامة حزب المحافظين في بريطانيا، حتى بدأت الخلافات حول عودة رئيس وزراء قالوا أنه أرغم على الاستقالة في يوليو الماضي. خلافاً للتوقعات يزداد زخم التأييد لترشح بوريس جونسون من جديد. رئيس حكومة سابق دفع للاستقالة، تورط في فضائح بارتي جيت وشوه علمه بقضايا تحرش ارتكبها مقربون منه في الحكومة من سمعته السياسية، أسباب تجعله طعماً سهلاً لخصومه من الأحزاب المعارضة التي بدأت بالفعل حملة ضد ما أسمته مسلسل الدراما حزب المحافظين وخلافاتهم. جونسون قطع إجازته الكاريبية حيث قال مقرب منه إنه جمع دعم 100 نائب من حزبه وهو شرط الترشح لسباق زعامة المحافظين. أبدى استعداده للعودة لزعامة الحزب والبلاد واعدا بطريقة إدارة مختلفة هذه المرة، سياسة جونسونية بحسب وصف متابعين قد تغرق حزب المحافظين معها. من المهم للغاية في هذه الأوقات الصعبة أن تكون لدينا حكومة يمكنها أن تدفعنا إلى الأمام من خلال تقديم خطة واضحة وأن لا ينتهي بها الأمر عالقة في تحديات الماضي. ليس بعيداً عن الجدل الحاصل حول ترشح جونسون، حصد وزير المالية السابق ريشي سوناك دعم 100 نائب للترشح ليكون بذلك أول الحاصلين على شرط الترشح، فيما أخذت الحملة الدعائية لباني موردنت التي أعلنت ترشحها بشكل رسمي للسباق طابعاً مبطناً في رسالتها. عنوان حملتها أنها الأقرب للناس والأكثر مواجهة للمتنمرين. المنافسة بين أعضاء حزب المحافظين على أشدها، فعودة بوريس جونسون قد تنبئ بتكرار سيناريو خلافات المحافظين من جديد، وبين ريشي سوناك وباني موردنت يبدو أن مجريات السباق تطغى على الموضوع الأهم وهو معاناة المواطن البريطاني من أوضاع معيشية باتت أكثر إلحاحاً من المحافظين وخلافاتهم. من لندن، عروب عبد الحق، الحدث.
شكرا لكم على حسن المتابعة. يمكنكم متابعة قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الحدث.net. في أمان الله، إلى اللقاء.